ما كتشوفوا هذه العمارة ديالنا. دابا حنا بدينا ب هاد اللوكاتوريو غادي نساعدوه. دابا راه النهار الخامس، سير واحد الشهرين يلا نقدر نخويو بعدا. شوف يعني كاع الماتريال مشى عليه، كاع داكشي الكتروني، البيسيات، واحد الساعات ما كان انا خدام هنايا. دابا غنخرج غادي نمشي لجهه واحده اخرى. واحد الصديق مغربي حتى هو مسكين جات له السياره ديال الوقت. هذه الاوضاع، الحمد لله ربي ونشكره. هذا مكان شرب واحد كويسات، هاي شرب واحد كويسات، هاي فيه السكر باش تكون شويه ديال الانرجي. الله يبعد عليكم المصائب. انتما كتشوفوا ما شاء الله الجيران، واحد السيده مغربيه الله يعمرها دار كدير القهوه، كتشوفوا جات القهوه لينا والصبليون. هاي قالت لك عجباتها. الله يجزيها بخير. بزاف ديال الناس يقولوا بان العرب ما تعاونوش، وهذا واحد الفكر اللي خاطئ. حنا كنا من الاوائل ومن السباقين من النهار الاول، وانا هادشي غادي نوثقوا بالفيديو باش العالم يشوفوا، باش المغاربه ما يحقروش راسهم. الله يحد الباس على كل واحد. اللهم امين. انت اخويا الله يعوضك في الخسائر، نتمنى ان شاء الله ربي يسهل الامور. يعني الله يعوض كل شيء. ملي بقات الروح تلقى الوليدات بخير. الحمد لله ربي ونشكره. الله يجزي كل واحد شنو ندير. امين. كاع الناس اللي خدموا معنا هنايا غنديروا تصويره جماعيه. خاصو يتصور معنا، هذا هو مول المحل. شوف المحل ديالو مسكين، خوينا عليه بعدا راه عاوننا وباقي غنكملوا. يلا دخلوا كملوا. كيف ما شفتوا دابا سالينا من الهيئه تقريبا واحد 10%. غنمشي دابا نقلب باش ناخذ البوط نعتو ليا كاين فواحد البلاصه، لانني ضرب الصباط ديال الخدمه وكيدخل ليا الماء فتكرفيصه. ايوا هذا مكان. هنايا كاينين الناس تيفرقوا داكشي ديال الدراري الصغار، الحليب و الخروق واللعيبات كاملين. نقلب على البوط فين كاين. دابا راه النهار الخامس وما قدروش يقيسوا هاد الجهة، هاد الجهة كلها عامرة. إوا فيها خير، يا رفيق الله يسهل الأمور، تحياتي. عندو واحد الصديق مغربي مبغيتش نبينو، راك عارف. هادو مساكن جيت لعندهم عطاوني البوط، النمرة 44، راك عارف حيت كنلبسو هذا تمارة، تقريبا كاع السبرديلات اللي عندو الصبابط ضيعتهم. دابا نعتو ليا عند هادو، الحمد لله دارو معنا مزيان، الله يجازيهم بخير و هادو راه صبليون يعني ماشي مغاربة. دابا راه دخلت شوية المساعدة، يعني البارح واليوم الحمد لله دخلت المساعدة، الأغلبية من الجمعيات ومن الناس المتطوعين. لحد الآن أنا ما أعتقد ما نقولش الدولة زعما ما دارش، لأن داكشي خاص يكون يعني متنسق، وعاد جايين الناس من أوروبا وجايين من مدريد من برشلونة. الحمد لله يعني المواد الغذائية والأمور الأخرى لحد الان راه توفرات في النهار الرابع والخامس. دابا الناس وحلف الفلوس اللي ما عندهمش الله يحسن العوان. الصراحه مشات لنا الطوموبيل ديالنا، مشاو المشاريع، يعوض الله. ولكن كاينين حراقه بزاف، ها هما نيتواكلين هنا سبحان الله. دور مغاربه ما عندهمش الاوراق كيعاني، ونحاولوا ان شاء الله نشوفوا كيفاش نديروا نجمعوا ليهم ونبداو ب 10 ديال الناس ونحاولوا نعاونوهم، لان الحراق
راه صعيب يعني. كاين اللي كاري ب 300 اورو وما عندوش باش يخلص، كاين اللي ما عندوش الدار هي داخل مع عباد الله. كنتمنى ان شاء الله يعني الناس يلبيو النداء. هذا ما كان راه ملتج وكيحتاج. احنا دابا كنا كنحتاجوا البوط وما لقينا منين نشريوه، لان ما عندكش كيفاش تخرج تمشي لبارينس ديال السنترو، وتا في بارينس ديال الدنيا عامره، واي حاجه كتبغي تشريها من تما ما كتلقاهاش. نتمنى ان شاء الله يعني يدعموا باش ما كان. انا باش ما كان انا غادي نحط ان شاء الله الرقم ديال الهاتف، ونحط الايبان، نحط باي بال واي حاجه ان شاء الله. غنوثق داكشي بالفيديوهات عما قريب. الله يعوض هذا ما كان. طلعت للدار بدلت التقاشر وغادي نلبسوا هذا البوط اللي خدينا باش نخدموا على خاطرنا. دابا راك الحرب الصباط ديال المدام. هاد الفرقة ديال الإنقاذ عاد جاو، دابا هذا النهار السادس تقريبا ولا مع سبع أيام عاد بانو. والله جزيهم بخير ماشي صراحة، لأن هادشي راه صعيب باش نكونو واقعيين. الإنسان تيهضر لكن هادشي صعيب باش تكون ديك تلت أيام الأولى بنادم يدخل. الناس هنا كيعاتبو على الماكلة وداكشي، والتدخل السريع ما كانش. تقريبا واحد ربع أيام يلاه بداو كيبانو شوية القروات وداكشي، وأنا نحاول نغسل هادشي. نزودتهم على هاد الجوج هادو، نزيدو هاد اللعيبة هادي. يعني هاد الفاجعة هادي درس ديال بصح. دابا ربما نتوما كتفرجوا ما قايسكمش هادشي، غتحسوا غتشعروا غيبقى فيكم الحال، ولكن ماشي بحال الإنسان اللي مضرور واللي عاش هادشي. يعني الحياة النظرة ديالك كتبدل والله الخاطر. شي هاد التيو هذا عنده قيمة، هاد التيو كان عندي في الدار عنده قيمة، الفيل والشمع عنده قيمة. يعني الإنسان كاين شي أمور ضروري خاص تكون عنده متوفرة. الحمد لله أنا كنسافر وكنمشي للجبال وداكشي، عندي داك الماتريال نفعني ونفع بزاف ديال الناس. كاين شي أمور كتجاهلها وما كتسوقش ليها، ملي كتصرا شي حاجة عاد كتندم كتقول يا ريت تكون عندي شمعة. إيوا الله يرزقنا الصحة والسلامة والقناعة. هانتوما شوفوا الحجم ديال الماء هنا فين وصل، يعني تقول واحد مترو فهاد الجهة هادي، أما الجهة اللي فحنا راه وصل بجوج المترو. حيت دابا هاد الحانوت جا شوية مدرك، جا على الظهر ما تقاش طلعت لهنايا. قام حتى البوليسي و تياخذ. الخونة تيجي وتيعز بزاف بزاف. شي هادو ما خدامين ما ردامين. ¿Qué? ¿Eh? No, que nada, eso no solamente eres tú, hay gente que no puede venir aquí y no tiene, está llevado todo lo que es de limpieza de todo. Amén. لله تنقينا كل شيء اللهم لك الحمد. تقريبا 51% صافي، غنسدوا المحال ان شاء الله تعالى تولي القضيه مزيانه ونعاودوا نجيو نديروا لينكيسا توتال. هذا مكان، هذا هو الاجر، نتمنى ان شاء الله ربي يتقبل منا. ورعينا خوتي راه من الصح، وانا كنخبط نمشي للدار نبدل حوايجي ناكل ونخرجوا عاوتاني بالليل نشوفوا الناس اللي محتاجه وليام غادا. السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا في هاد اللقطه هادي، كنت غندخل للدار باش ناكل شويه ونرتاح، صح ما قدرتش. لقيت الحومه ديالي كلها مغيسه وما كاين حتى شي واحد تعاون، يعني القروات كتضرب تمارا بوحدها والناس ديال النظافه ما قدروش يعني يحيدوا هاد الكميه ديال الغيس. فخديت البادره انا وواحد الصديق الله يجزيه بخير سميتو محاجن عندي، وضربنا واحد التمار الحمد لله والله يتقبل منا. كذلك الجار ديالي تا هو الصراحه قام بالواجب،
كيف ما كتشوفوا حنا كنحاولوا نخرجوا الغيس باش تجي القروه وتدفعوا لان ما تقدرش تدخل في القناه. ضربنا واحد ساعتين ديال التماره والحمد لله يعني كانت نتيجه مزيانه تشوفوها في الاخر ديال الفيديو. واش غنقول لكم، الله يبعد عنا خوتي المشاكل والمصائب والكوارث. فهاد اللقطه بدا كيطيح الظلام وما بقاش الوقت لان القروات كانوا غيمشيو والصديق ديالي حتى هو مشى لانه كيسكن بعيد. دعوا معنا الخوت ونتلاقاو في فيديو جديد. الله يحد الباس والله يعوضنا. السلام عليكم.